هذه اللحظات. وياتينا مشاهدينا الكرام شاهين عوض بن حمد بن خويتم بن رمخيت العامري، اما اللي في المركز الرابع يصل في هذه اللحظات ويتقدم بهذا الانطلاق هملول محمد بن سيف بن فالح الشامسي، اما اللي في المركز الخامس مشاهدينا الكرام من يتسلل وينطلق في هذه اللحظات يتقدم بهذا المسار اللي هو الطائر ناصر بن محمد بن غنام الهام ليوصل هنا وتقدم الى المركز السادس. سابع المراكز هملول حمد بن عتيق بن شامس العامري، اما اللي في المركز الثامن من يصل مشاهدينا الكرام يتقدم هملول عبد الله بن حموده بن سرحان النيادي، وفي عاشر المراكز مشاهدين الكرام وصل في هذه اللحظات وانطلق للمراكز المتقدمه ياتي بهذا المسار مرسال خليفه بن سيف المقعودي. هكذا النداء للمراكز المتقدمه. نعود مع البدايه، نعود مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول شاهين خميس بن سالم بن خميس الشامسي هو من يعلن حضوره مع القياده والصداره ويرافق الحذر. الحذر يتقدم في هذه اللحظات. جابر بن محمد بن ناصر الغفراني المري من يقدم الحذر مع المركز الثاني. المركز الثالث هملول، هملول مع المركز الثالث، تعود الملكية لهملول. من يقدم لنا حمد بن عتيق بن شامس العامري مع المركز الثالث. يا ترى لمن ناموس هذا الشوط، لمن السيارة في هذا المساء في الانتظار مشاهدينا الكرام. المركز الرابع وصل هنا وانطلق بهذا المسار يغير من مركز إلى مركز مشاهدينا الكرام. يتقدم في هذه اللحظات تاريخ، تعود الملكية لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي مع المركز الرابع. المركز الخامس الطائر ناصر بن محمد بن محمد بن غنام الهاملي من يقدم الطائر، ولكن وصل هنا مشوش لغانم بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري ومشوش للناموس والانتصار في هذا المهرجان. وصول وقدوم في هذه اللحظات ينطلق مشاهدينا الكرام ويتقدم بهذا المسار مرسال خليفة بن سيف المقعودي. نعود مع البداية، الحذر هو يحمل الرقم واحد وهو على المركز الأول في مقدمة الشوط. الحذر لجابر بن محمد بن ناصر الغفراني مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، معلن حضوره هنا بهذا الانطلاق. الحذر لجابر بن محمد بن ناصر الغفراني المري المركز الثاني. المركز الثاني شاهين لخميس بن سالم بن خميس الشامسي. وصل مشاهدينا الكرام هملول حمد بن عتيق بن شامس العامري. التقدم الممتاز والوصول من مشوش، وصلكم مشوش. تعود الملكية لغانم بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري مع المركز الرابع. المركز الخامس تاريخ لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. يا سلام لمن الناموس، لمن الانتصار. الكل بدأ يتقدم، الكل بدأ ينطلق. وصل في هذه اللحظات الطياري لحمد بن راشد بن محمد المتفيق الاكتبي القادم احلى. وصول هنا من شمعدان محمد بن حمد بن طروق النعيمي. ها هو مشاهدي الكرام الشوط الرابع عشر والسيارة بالانتظار لمن الفوز، لمن الناموس. الحذر ما زال مسيطر، الحذر في مقدمة الشوط. حاج جابر بن محمد بن ناصر الغفراني المري المركز الثاني. ياتي مشوش، مشوش مع المركز الثاني غانم بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري. المركز الثالث يصل اللي هو شمعدان محمد بن حمد بن طروق النعيمي مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات وانطلق مرسال خليفة بن سيف المقعود. يا سلام بدأ يرسل مرسال مع المركز الرابع ومن الرابع إلى الثالث، ولكن هنا الحذر، الحذر، الحذر أعلن مغادرة. الحذر أعلن مشاهدينا الكرام فوزه وانتصاره بهذا الشوط، بهذا الناموس، بهذا السيارة. من يقدمه جابر بن محمد بن ناصر الغفراني المري. أسعد الله مساك يا أبو محمد، يا سلام على هذا الفوز والإبداع والانتصار. الحذر ومشكور يا بن بخيته على هذا الفوز والإبداع والانتصار. من قدم الحذر مرسال مع المركز الثاني خليفة بن سيف المقعودي. المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام اللي هو مشوش غانم بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري. والمركز الرابع كان من نصيب هجام حميد بن خيري بن مسلم آل نيبي. أما المركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب مشاهدينا الكرام شمعدان محمد بن حمد بن طروق النعيمي. هكذا مشاهدينا الكرام الفوز والإبداع. الحذر بالفعل جابر بن محمد بن ناصر بن الغفران المري هو من قدم لنا الحذر واستطاع يسجل التوقيت الأفضل. إشارة من المخرج مشاهدينا الكرام أمامكم الإعادة أثناء وصول إلى خط النهاية. قاطع المسافة في زمن وقدره 6 دقائق بدون ثواني وجزئين من الثاني. تهانينا
والناموس مشاهدي الكرام، والتوقيت الافضل يسجل الحاضر جابر بن محمد بن ناصر الغفران المري، اسعد الله مساك على التوقيت الافضل يا ابن بخيته على الفوز والانتصار، والتوقيت الافضل من سجل الحذر. المركز الثاني مرسال خليل بن سيف المقعودي، قطع المسافه الزمن وقدر 6 دقائق 2 جزيمن، الثاني تهانينا والناموس لخليل بن سيف المقعودي. اما المركز الثالث بالفعل مشاهدينا الكرام من وصل اللي هو مشوش غانم بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري، 6 دقائق 2 وجزء او 6 دقائق 3 ثواني و3 من الاجزاء، تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الاعزاء حفلنا الكريم، ما زلنا نتواصل مع هذه الانطلاقات والتحديات المثيره التي تنطلق مع هذا السن وهو سن الحقائق، حيث تمت انطلاقه الشوط 15 والخاص ب